منكم أساتذتنا الكرام أن توضحوا أو تضعوا لنا آليات مباشرة من قبل جمعية العلماء المسلمين يقتدى بها في هذا الظرف. فحريا أو الحرار، أنا أقول أن الشباب، شباب الملاعب، شباب المساجد، شباب الجامعات، هو الذي حرر الشياب وحرر كل طاقت. وشكرا. عندما ندعى من منبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هذه القلعة الأخرى الممكنة للدفاع عن الأخلاق والقيم والمبادئ أن نصطف مع العسكر. اثنين، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فهي لكل الجزائريين، فلذلك عليها أن تبين موقفها بأن الجزائر تبنى بسواعد وعقول كل أبنائها، سواء شيوعي ولا ديمقراطي ولا لائقي ولا إسلامي. اثنين، أن لا يختزل موقف معين كما ذكر الدكتور، قال صورة الشيخ بن باديس رحمه الله ومعناتها كاين اللي طردوها ولا رموها، أننا نخلي الحراك راه يخرج من المسجد. فعليه جمعية العلماء المسلمين هذه نصيحة أن تتخندق مع شعبها وأنت أن تبقى مع شعبها. وبارك الله فيك. قالت الحراك هو نهضة الشعب كامل، أبناء الشعب كامل بما فيهم الإسلاميين وغير العلمانيين كلهم شاركوا، ونحن خرجنا من اليوم الأول ولاحظنا ذلك بوضوح. المطالب كانت مطالب واضحة، هي أحداث تغيير وقاطعة مع نظام العصبة التي أهلكت الحضر النسل. قضية الأفعال المعسولة هذه التي ولا ذكرها في قضية رمي صورة بن باديس هذه لا تحسب على الحراك ولا تعتبر نقطة سوداء في مسار حراك الشريف. هذه أفعال معزولة ترسم بأصحابها فقط، وممكن جدا هناك إرادة خفية خبيثة فعلت الأمر لتشتت الصف. قضية التخوين كذلك، تخوين هذا وذاك، تخوين هذا وذاك بغرض شق الصف، وهو تخوين مفتعل وليس بريا كما ذكرته سابقا. في قضية السؤال الذي أود أن أطرحه على الأستاذ الغيف، السؤال الأول هو كيف عرفتم الحراك من تدبير جهات ذكرتموها، من هي ذكرتموها، رغم أننا خرجنا في اليوم الأول لم نلحظ هذا الأمر هذا. وإذا كان عندكم دليل مذهبي تنورونا، لأننا رانا في نقاش صريح وشفاف. قضية ركوب الحراك من طرف فئات مؤدلجة، لماذا لو قمنا نحن بدورنا لماذا تسط هذه الأقلية التي تعتبر أقلية على الحراك؟ كيف حراك شعبي بهذا الزخم الكبير تسط عليها أقلية مؤدلجة؟ إذن هناك خلل لدينا، ولا يمكن تبرير الانسحاب من الحراك بدعوى استيلاء هذه الفئة إن صح التعبير. كيف يبلغ؟ ذكرتم أنكم ستقومون بطباعة الكتاب الموسوعة التي ستنشئونها أو حول الحراك، لكن بعد أن يبلغ الحراك مداه، كيف يبلغ الحراك مداه وهناك من يشكك في استمراره ويعمل على إنهائه؟ الهاجس الأول الذي أحس به وأنقله للسيد الرئيس، هل نمارس السياسة في جمعية العلماء أم أننا ندلي بآرائنا السياسية دون الفعل السياسي؟ إذا أجبنا عن هذه الإشكالية سهل علينا بعد ذلك الأمر. أنا أخشى أننا نمارس السياسة، وهذه مشكلة كبيرة، سياسة متقلبة. الجمعية ينبغي ألا تدخل في التقلبات، اليوم معك غدا ضدك. أرجو من الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السوق أن ينير لنا الطريق في هذا المجال بالمناقشة. المسألة الثانية مسألة التشاور، الشورى لا تأتي إلا بخير، متفقين عليها، لكن أرجو من السيد الرئيس أن يلتفت، وقد التفت من قبله، لكن احنا حابين باش يبقى عنده ما شاء الله من الطاقات في المكاتب الولائية، كفاءات علمية، كفاءات تربوية، كفاءات كفاءات كفاءات.
أرجو أن تشارك هذه الكفاءات في لقاء وطني تدلي الرؤساء، تكلم عن رؤساء المكاتب، يدلون مع الرئيس، يدلون للرئيس بآرائهم حول القضايا المختلفة. اللي يحضر يحضر، اللي ما يحضرش بعد ذلك لا يمكنه أن يقول للجمعية أنا ما نجيش لأنك ما شاورتنيش في ذلك الأمر. أنا أرجو القضايا المصيرية الكبيرة كما مسألة القضية على التي نحن فيها الآن، وهي مسألة الدخول أو عدم الدخول في الهيئة الوطنية، الهيئة الوطنية، سامحني يا شيخ كمل لي 3 دقائق سعيد، الله يجزيه. هذه ينبغي أن يفصل تفصل فيها قواعد يعني رئاسة المكتب أو المكتب مع الرؤساء. أنا حبيت ننبه على مسألة أبناء المساجد. الجماعة أرجو أن يبقى، إحنا على بالنا بأبناء المساجد لهم دور كبير، لكن ما نتبناوش إحنا هذا الطرح ونضلوا نقولوه للناس باش من بعد نعاودوا ونرجعوا، لأنهم يريدون أن يحصرونا في زاوية. قال هادو هذا الفيسا عاود من جديد، كما قالها بعض الناس، هادو من جديد راهم عاودوا ورجعوا لنا من جديد في ثوب جديد. إن هذه الهبة هبة شعبية، ما هوش هبة أبناء المساجد برك. أرجو أن نركز، الشعب كل يصلي. هاي صحيح صحيح صحيح، الشعب أنهر. أيوة الشعب يصلي صحيح. واحد المرة واحد قال لي سي طارق ما تعلقش، واحد المرة واحد قال لنا سيدي نجيبوا لنا اللي مش متحجبات، رحنا نجيبوا لنا اللي مش متحجبات، الأسبوع اللي بعده تحجبوا، قال لنا وراه أخرى، قال لنا تحجبوا، قال لنا نحيوا لهم العيد ديالهم، الشعب يصلي يخرج يروح. خلاص إذا لابد ألا يعني ألا نحصر الحرك في المصلين فقط، لأنك تجد في الساحات غير المصلين وهم كثر. وكان من موقف أخي الذي قال أن التوضيح هذا الذي أنار عقولنا وقلوبنا بموقف الجمعية الصريح من الحراك والدعم الشعارات النوفمبرية الباديسية وفي إطار الانتقالية الدستورية، هذا شيء جميل، لكن نراه أنه جاء متأخرا جدا بعد مرور 7 أشهر. كنا نفضل لو كان هذا في الشهر الأول أو الثاني، لأن الآن تقريبا صعب جدا أن نملأ الفاب، نعود إلى الحراك بذكر القوة، لأن تقريبا غيرنا ملأ الحراك، وراح الآن كل من يدعو بشكل زرنا مدنية وكذا هم الغالبين في الحراك في معظم الولايات، وبالتالي صعب جدا أن في كثير من الولايات أن الإنسان يعود يرجع بذلك القوة السابقة، لأن تقريبا أظن أن الوقت كان ضبابية في الجمعية بالدعم الصريح لهذه الشعارات ولهذا الموقف الذي نثمنه. ثانيا سؤالي رئيس الجمعية مشكورا، هل ثمت اتصالات من جهات سيادية تطلب نصيحة من الجمعية أو تطلب دعمها أو مواقف معينة في إطار الحراك وفي إطار الخطوات السياسية المستقبلية؟ شكرا سيد الرئيس. ما أريد أن أقوله بصفتي حركيا قبل أن أكون في جمعية أو بالأحرى يعني أحد أبناء الحراك يعني من الجمعة الثالثة كما قال شيخنا أستاذنا محمد أمين، وكذلك يعني كوني عضوا في جمعية العلماء على كل حال، كنا نفضل ونحبب أن يكون هذا اللقاء يعني قبل هذه المدة، يعني قبل هذه المدة يعني قبل هذه المدة بكثير، سيما وكنا نحبب أن توسع دائرة أخذ موقف يعلن للعموم لجمعية العلماء بدائرة أوسع مما كانت. يعني احنا لا شك أن الجميع تابع ويتابع موقف جمعية العلماء، يعني في من لجنة الحوار قيل رئيس الجمعية يريد أن يكون عضوا، ثم يعني فند هذا الأمر، ثم قيل كذا، ثم قيل كذا، ثم قيل يعني قد استشار رئيس الجمعية عضوين أو ثلاثة في لجنة موسعة، ثم قيل إنه يريد أن يعرض الأمر على المكتب. يعني حبذا لو كان الأمر يعني فيه أكثر احترافية في الموضوع. هذا يعني النقطة الأولى، كنا نحبب أن تكون أن يكون فيه يعني شفافية أكثر مع قواعد الجمعية يعني قبل هذا الوقت، وإن كان يعني هذا يعني عمل عظيم جدا أن يعلم الجميع وأن يبلغوا يعني وأن تكون هناك شفافية مناقشة الأمر أو إطلاع عموم قواعد الجمعية على الموضوع.
الشيء الثاني هو التأكيد على شيء وصى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله تعالى، هو ضرورة المحافظة على جمعية العلماء. هذه وصية شيخنا رحمه الله تعالى، وما يحس في قلوبنا وأخشى ما نخشاه أن يكون أي موقف في هذا الظرف الصعب جدا أن يكون محسوبا على جمعية العلماء، فضروري جدا أخذ واجب التحفظ في شتى المواقف وعدم تسليم زمام المبادرة والتفويض لأي كان مهما كان، مهما رؤية أن فيه صراحا، فواجب التحفظ من جهة السياسة، ثم من جهة كون جمعية العلماء ليس هذا محلها. قد تفوض جمعية العلماء من يتحدث بما تراه، لكن أن يتكفل رئيسها وأن تتكفل هي بموقف رسمي في مسألة سياسية وتدخل في العمق، يعني هذا يعني يخشى عليه من الحفاظ على مكانة الجمعية مهما كان. يعني واجب التحفظ والاحتراس ضروري جدا أن يكون منا قبل أن يكون من غيرنا. وأقول كثير. الهدف من هذا اللقاء كما كنت أقول في البداية هو هذا الشفافية وهذا الوضوح وهذه الشجاعة كذلك في طرح الأسئلة الانشغالات. فالأسئلة التي جاءت متناقضة يعني مع بعضها البعض، لأن هناك من يقول كذا وهناك من يقول العكس، لكن أنا سأجيب عن أسئلة تلخص المواقف المختلفة لهذه القاعة. أولا، من يطلب من الجمعية أن تحدد موقفها من السياسة، هل هي تسيس أم هي تمشي في 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 في, في السياسة؟ أنا أقول بأن كما قال سيد رئيس الجلسة الشيخ عبد القادر السماوي، قال بأن جمعية العلماء قبل أن ينبت الحراك الوطني كانت من خلال افتتاحياتها، من خلال مقالاتها، كانت تبدي المواقف التي يجب أن تبدو. مواقفنا مع سيد بن غبريط، مواقفنا مع سي أو يحيى، مواقفنا ضد سلال، مواقفنا كذا، كلها كانت يعني واضحة وتشهد على ذلك النصوص. ولكن مشكلتنا أن القواعد تاعنا نفسها لا تطلع على النصوص تاعنا، لا تطلع على الصحافة، لا تتابع النشاط الصحفي. هذه النقطة الأولى. أنا مثلا سي عبد العزيز سلال، خيك اسمه عبد العزيز هو ولا عبد الملك سلال، أيوة سي عبد الملك سلال، قال لي استقبلنا في واحد، فقال لي ما أنصحكم به أن تبتعدوا عن السياسة. قلت له يا سيد الوزير الأول، قل لي ما تتحزبوش تحزب ضيق، نقول لك نعم، لكن تقول لي ابتعدوا عن السياسة، السياسة هي الغذاء، هي الهواء، هي الكساء، هي كل شيء، ما يمكنش نبعدوا عليها. كي نقول اهدنا الصراط المستقيمة، هذه سياسة، وبالتالي لا نستطيع أن كاين كذلك من يقول لي الافتتاحيات تنجح دائما نحو السياسة، بعدوا على السياسة. قلت له يا ودي، واحد من الوزراء هؤلاء، على موش هنا معنا الأخ اللي كان مسؤول على معرض الكتاب نتاعنا، على الكتب نتاعنا، جاه وزير من الوزراء هو مازال حي الآن كل حال موجود، قال له بلغ سي قسطوم تحية وقل له خفف شوية اللهجة عن مهاجمة بن غبريط وعن مهاجمة الحكومة، لأنك بلغت شوية في السياسة. طيب، هل جمعية العلماء من شأنها أن تهادن، أم جمعية العلماء من شأنها أن تقول كلمة الحق؟ إحنا لنا في الشيخ بديس والشيخ البشير إبراهيم وفي علمائنا الأولين أسوة حسنة في أننا نقول كلمة الحق التي نؤمن بأنها حق. هذا إذن هو الشيء الثاني. الشيء الثالث، ابن سي بشير من تسمسيلت يقول الشيخ شيبان أوصاكم بالحفاظ على جمعية العلماء، وهذه يعني وصية ثمينة ونحن نعتز بها ونعمل على أن نكون دائما أوفياء لها. ما الذي وقع حتى نسأل أننا لم نحافظ على جمعية العلماء؟ هل لأننا استقبلنا
لجنة الوساطة والحوار هنا في 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 جمعية العلماء نسمى حدنا عن عن حفاظ على جمعية العلماء. إذا كان إنسان دقدق على بابك، أي إنسان كان يطب على بابك تفتح له الباب وتسمع منه وتسمعه ما ينبغي أن يسمعه، وهذا الذي وقع. ثانيا لجنة الوساطة أنا عينت فيها دون أن أطلب. واحد من المعلقين المهاجين شوية قال سي قسوم من جمعية العلماء هو الذي طلب فعين حسب طلبه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنا لم أطلب، والدليل على ذلك أنني عندما نشر اسمي كنت غائبا عن الوطن، فاتصل بي رئيس اللجنة سي يونس كريم يونس قال لي كذا، قلت له شوف أنا مع مبدأ الحوار بأي جهة كانت، ولكن نحن في جمعية العلماء لدينا ضمانات ينبغي أن تكون، منها إحداث المناخ السياسي المطلوب، والمناخ السياسي المطلوب يتطلب البدء بإطلاق سراح بعض اللمم، بعض الأخطاء البسيطة من بعض الشباب اللي بعض اللي كذا مساكن اللي يعني تحت انفعالات معينة أو بدافع من جهات معينة أخطأوا، هذا أولادنا ينبغي أن نعفو عنهم. أولا الحكومة تاع بدوي يجب أن تزول، لأنه لا يعقل أن نسجن العصابة ونبقى محافظين على من كونتهم العصابة وعينتهم العصابة، هذا كذلك تناقض. أيضا استقلالية هذه اللجنة عن أي سلطة كانت، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو جهة كانت، يعني مجموعة من القضية. قال لي أنا نفسي أطالب بنفس المطالب هذه، قلت لنا إذا استجابت الدولة لهذه المطالب فنحن معكم، لكن هي لم تستجيب وأنا لم أستجب، أنا لم أكن عضوا في الهيئة، والدليل شفت القائمة النهائية نتاع لجنة الوساطة أنا لست عضوا فيها، مع أنهم هم اقترحوني ولكن أنا لم ألبي أي اجتماع ولم أحضر أي اجتماع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا بد من إشراك القواعد. إحنا كنا نعتقد بأننا نمثلكم باستحقاق، علاش؟ لأنكم أنتم انتخبتمونا وأعطيتمونا ثقتكم وكلفتمونا بأن نمثلكم في كل القضايا المصيرية المختلفة، لكن عندما يتم أي شيء لم يحدث أن وقع أي شيء باسمي الشخصي، كل ما يمكن أن يكون أجمع ما أمكن أعضاء المكتب الوطني وقل لهم افتونا في هذه القضية ماذا نفعل فيها، والإخوان المكتب الوطني موجودين وهم يشهدون بذلك. إذن لم حتى الاستقبال اللجنة لما طلبت باش تجي لعندنا، هما أولا لعلمكم قالوا لي هل تقبل أن تلتقي أنت فقط مع رئيس الهيئة في مكان محايد؟ قلت له لا يمكن، أنا لا أمثل شخصي، أنا أمثل جمعية، وبالتالي لا بد أن يكون اللقاء مع الجمعية. ثانيا قال لي الإعلام، هل أنت عندك مانع بأننا لا نعلم الإعلام؟ قلت له لا، إحنا لا بد تكون شفافية ولا بد أن يطلع الإعلام ولا بد كذا. هل أنتم مستعدون أن تأتوا إلينا؟ قلت له لا، إحنا نؤتى ولا نأتي، إحنا يجيء الناس إلينا ولا نذهب إليهم. ففي استجابة هذا قال إحنا إذا مستعدين نجوكم. إيش معنى المكتب نتاعنا؟ وقلنا لهم ها وكذا ها وكذا، نعين وفد يستقبل هذا الجماعة، نسمع منهم هذا تأدبا، ولكن الأهم أن نسمعهم ما يجب أن يسمعوا، وقد تم هذا. لكن ما أن انتهينا من اللقاء حتى بدأت القواعد نتاعنا في الجمعية تهاجمنا، وإحنا كنا نبعث الشعاب نتاعنا على قضايا مهمة جدا باش يجاوبون عليها، والله ما يجاوبونا، منها الجامعة الصيفية حتى آخر لحظة وإحنا بالتليفون وإحنا كذا ما يجاوبوش. إذن إخوان، من هو اللي يحافظ على الجمعية؟ الشعب التي لا تجيب عن هذه القضايا، ولا إحنا اللي ما نعمل؟ ثالثا ولا رابعا ولا خامسا ولا ما لا أعلم كم، نحن في الهيئة المستقلة للانتخابات هذه أيضا اجمعنا المكتب الوطني، والمكتب الوطني بكل سيادة وبكل ديمقراطية ناقش الموضوع، وفينا داخل المكتب الوطني من هو ضد والأغلبية كانت معه، ولذلك احنا بالنسبة الينا ماذا يمس جمعية العلماء لو انها كانت عضو في لجنة حوار الوساطة؟ العبرة بما تقدمه وما يقوله ممثلها داخل هذه الهيئة. ثانيا عندما نجد ان هناك من يمكن
أن يوصلنا إلى مبتغى الحركة كما قال الدكتور محمد لامين. لماذا لا نستخدمه؟ وبالتالي أيها الإخوة إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، لكن أنا أقول لكم بوضوح بكل شفافية أننا دعونا أول ما بدينا في الحراك الوطني دعونا المكاتب الولائية واجتمعنا في مكتب الشعب الولائية بالقبة وطرحنا عليهم القضايا كلها بالنسبة للحراك الشعبي، وكان التجاوب كامل وكنا مدعمين من هذه الشعب الولائية التي استجابت ولم تستجب كلها للأسف الشديد. ولكن احنا ما يمكن أن نقوله لكم، ينبغي أن نحكمنا أن تحكمنا أولا علاقة الثقة، الثقة المتبادلة من الجانبين. ثانيا هناك عندكم يعني قواعد انضباطية، قواعد قانونية تنظيمية تحكمكم. عندما تحسون بأن هذه القيادة حادت عن موقفها اعزلوها، بدل أن تهاجموها أقيلوها، وعندكم حق الإقالة، وإحنا مستعدين للاستقالة من غدوة، والله مستعدين من غدوة للاستقالة شخصيا، والله مستعد من غدوة للاستقالة إذا بدا لكم أنني لا أستطيع أن أستجيب لمطالبكم. وبالتالي ينبغي علينا أن نكون منضبطين وأن نكون واضحين وأن نعمل وفق القوانين. أما كي تمشي تهاجم القيادة نتاعك في الفيسبوك، هذا ضد من؟ ما هو المقصود كي تهاجم القيادة في الفيسبوك؟ من تقصد؟ طيب عندك القنوات نتاعك القانونية، أبعث باحتجاجاتك، أنا ضد استقبال كذا استقبال كذا، لكن بين لماذا. قال أنتم استقبلتم، علاش استقبلوا؟ قال لأن في استقبالكم لها نتج كذا 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 كذا، حتى واحد ما قدمنا شيء، ما تستقبلوهمش وخلاص. لا يمكن، احنا نستقبل الشيطان. الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجابك فأجيب حتى يسمع كلام الله يثم أبلغ مأمنة، هذا الآية القرآنية، حتى المشركين استجابوا. فإذا أيها الإخوة لا نزايد على بعضنا البعض، احنا إن شاء الله يعني كما قلت لكم في البداية ليس بإنسان ولا عاقل ولا مواطن صالح الذي لا يتبنى الحراك الوطني ولا يمشي معه، هذا يعني اتفقنا فيها. يبقى الاجتهادات تبقى مكفولة، واحنا الاجتهادات إذا كان بدالنا أننا مثلا شيء يعني يتطلب الاستفتاء من القواعد لا نبخل على ذلك، نبعث، لكن أطالبكم أن تستجيبوا. ولكن المشكلة هو عدم الإجابة، عدم الاستجابة، عدم التليفون لا يجيب. هو الشيخ توامي هنا موجود وجماعة هنايا في هذه الجامعة الصيفية، كثير من الشعب لا تجيب عن التليفونات. بعد ما بعثنا لهم بالكلمات أطلبنا منهم أيضا بالتليفون، هل ستأتون من يمثلكم؟ لا أحد يجيب. إذن كيف نعمل؟ إذا كان تشوفوا بأن جمعية العلماء انتهى ما زمنها وانتهى وقتها، قولوا لنا نعمل جميعا جمعية عامة ونعلن للملاء أن جمعية العلماء لم يعود لها وجود في هذه القضية. هذا هو الشيء الذي تسمعونه مني، وأنا على استعداد لأن أقدم استقالتي من غدوة، والله من غدوة. والسلام عليكم.